عاصمة الميادين حيث جدل هي من فازت بأول أشواط هذا اليوم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل وأطيب تحية من عاصمة الميادين لسباقات الهجن ميدان الوثبة في بداية هذا الموسم الجديد. ينطلق وبالاستعداد الشوط الأول الرئيسي للقعدان لسن الحقائق عبر قناة ياس الرياضية، حيثما تتابعون هذا الانطلاق على بركة الله وحفظه. انطلق هذا الشوط، تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الأشواط. نذهب مباشرة لشوطنا الأول الرئيسي للقعدان، مقدمة الشوط والمركز الأول، من يتقدم مباشرة بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق. هناك من يأتي الذيب حمد بن عبد الكريم بن مزعل سعيد يتقدم مشاهدين الكرام بهذا الانطلاق والمسار، شعار جدل من يسيطر مع البداية والانطلاق. المركز الثاني تقدم ممتاز في هذه اللحظات من بارون تعود الملكية لمحمد بن فارس بن علي بن سيف الخاطري، من يقدم هذا الاسم. المركز الثالث تدخل هنا صايب خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي يقدم لنا صايب. انتقل مباشرة ونرى القدوم من الشهم، فاضل بن سعيد بن سالم الهاملي يقدم لنا هذا الاسم للشهم. خامس المراكز تقدم ايضا من زهاب تعود الملكية لمساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي، من يقدم لنا هذا الاسم. اسامي تنضم، اسامي تتقدم، شعارات مشاهدين الكرام صائلة وقايلة من اجل الفوز والناموس. هنا الطاغي خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي. هكذا النتيجة، شوط القعدان مربع ذهبي مشاهدين الكرام مع الصدارة يا سلام ومع المقدمة. صايب يتقدم، صايب يعلن الحضور في هذا الصباح. خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني النايف أحمد بن سالم بن سهيل بالشرقي العامري يتقدم بسهيل، ولكن مشاهدين الكرام زهاب، حذاري من زهاب. مساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي، من يقدم لنا زهاب؟ بدأ يغير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. أبناء المملكة، أبناء عاصمة المملكة الرياض هم يحضرون في هذا الصباح، هم يتقدمون أبناء المملكة مع مقدمة الشوط. ويأتي الفارس غصن بن سعيد بن حميد المسلمي، أول إذاعة للفارس، يتقدم مع المركز الثالث، ولكن المقدمة والصدارة المقدمة زهاب. زهاب هو من يذهب إلى مقدمة الشوط، بدأ يغادر بالنتيجة، بدأ ينطلق للناموس. أن يهدي أهالي المملكة مجاهدين الكرام والتهاني والفوز والناموس والانتصار لأبناء الرياض. وسالم بن طويرش الوهيبي من يرافق الشعار، أشكرك يا بن طويرش. سلام المملكة سلام، سلام بوراكان سلام، سلام أبناء الرياض العاصمة مشاهدينا الكرام. الفوز والانتصار والناموس لمالكة مساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي، والتهنئة لسالم بن طويرش الوهيبي. المركز الثاني، ثاني المراكز الفارس غصن بن سعيد المسلمي، المركز الثالث من وصل صايب خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي، رابع المراكز من أتى هناك مشاهدينا الكرام كفو راشد بن سالم الغيلاني. أما المركز الخامس اللي هو ذي أديب تعود الملكية لحمد بن عبد الكريم السعيد. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نذهب مباشرة إلى زهاب مساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي، تهانينا والناموس لأبناء المملكة وأبناء الرياض على هذا الفوز والانتصار. توقيتنا الزمني 2:51 ستة من الأجزاء، يسجل التوقيت الأفضل والتوقيت الممتاز في هذا الصباح تحت أقدام مشاهدينا الكرام اللي هو زهاب، والثانية السالب بن طويلش الوهيبي 2:53 وفاء وتماما من احتل مع المركز الثاني. الفارس غصن بن سعيد بن حميد المسلمي المركز الثالث 2:53 ستا من الاجزاء من وصل مع المركز الثالث. هناك صايب خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي عم المركز الرابع، نشوف التوقيت الزمني 2:53 ثمانا من الاجزاء من حل مع المركز الرابع.
كفو راشد بن سالم الغيلاني خامس المراكز من وصل مع المركز الخامس دقيقتين مشاهدين الكرام 53 ثانية 9 من الأجزاء اللي هو أديب لحمد بن عبد الكريم السعيد. هكذا النتيجة. تهانينا والناموس لمالك زهاب مساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي، والتهنئة أيضا لحمود لسالم بن طويرش الوهيبي على هذا الفوز والانتصار.